مساء الخير على الجميع وحياكم الله مشاهدينا، حياكم في برنامج قانون اللعبة. حديث في الحلقتين السابقتين صراحة كان مشوق، ورحنا يمين ويسار عن سباقات الدرون، لكن نتعرف عن السباقات لأبطالنا في هذه الرياضة. هل هي فقط المشاركة أم هناك إنجازات فيها؟ من بعد السيرة الذاتية خلونا نرحب بالكابتن سليمان خشتي. رحب في الكابتن سليمان خشتي، حياك الله كابتن سليمان. الله يحييك خوي، يعطيك العافيه، يا هلا فيكم. انجازاتكم في هذه الرياضه قديمه جديده، مشاركاتكم قديمه جديده، ولا مقتصرين فقط هنا 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 محليا؟ والله احنا طال عمرك مشاركاتنا موجوده، بس هني طبعا نشارك مشاركات محليه كفن ريس، نكون بيننا وبين بعض هني بالنادي. وشاركنا ايضا السنه الماضيه في بطوله نادي الكويت رياضات الجوية. حلو. سوينا نظمنا بطولة البحث عن المفقود. جميل. خذينا بيت مهجور. إيه. إنزين في منطقة الجابرية. إنزين والشباب ما شاء الله واحد ورا الثاني قام يدشون داخل يفترون سباق. بيت بالجابرية. أتوقعت كنت تقولي فيلتش. لا لا، بيت مهجور. حلو. دشينا فيه إنزين وتمشي بين ندور على شيء ضايع داخل الغرف. هاي طبعا اللجنه المنظمه حطت هذا الشيء. حطتنا اي، فكان استخدمت امثال شعبيه وشيء كذي، فاي شيء مثلا جدر حليب مثلا. أي. او شيء كذي، تروح تدش داخل الغرف وتدور الجدر هذا. حلو. وفي هنت طبعا موجوده. ممتاز. فكانت لمت الشباب ايضا وتلبيت دعوه. طبعا كله بالدرون. دعيت الربع كلهم. ايه. ريس درون يو شاركوا ما شاء الله وخذوا مراكز طيبه. حلو. واستانست جدا باني نظمت لهم الموضوع هذا. ممتاز. و يعني كانت لمه حلوه وتغيير جو. حلو. بالنسبه حق السباقات احنا قايمين. نعم. احنا هني قايمين طبعا مشاركات النادي العلمي، طبعا كابتن عمار الجريوي شارك معنا مشاركات خارجيه. نعم. ومثل الكويت. حلو. في الصين في مع كابتن سعود المساليم في سنة 2018. ممتاز. وأنا طبعاً قمت أتحمس وأشد حيلي شوية مع باقي الشباب. أي. وإن شاء الله يعني القادم أفضل. إن شاء الله. نتوقع إن شاء الله بطولات قادمة جاية إن شاء الله هالسنة. نعم. وإن شاء الله يعني الخير بقبال بإذن الله. في مثل هذه المسابقات والفعاليات اللي تنظمونها، هل العدد كبير للمتسابقين ولا هي فقط مقتصرة على مجموعة بسيطة انتوا فيها تجمعون نفسكم فيها؟ لا بالعكس، احنا نتمنى، احنا عددنا زين، احنا شم. تقريبا 15 واحد. زين يعني في، بس شنو مو الكل طبعا راح يكون فاضي انه يطير، لان الكل هني تلاقي عنده لاين ثاني بشغله. زين مثلا انا يعني بشغلي اكون موجود مثلا بس طلع لي اوردرات تصوير. حلو. زين لكن هني ربعي اللي حق عليهم نادي العلمي ايضا. نعم. يعني كان ضبط لنا المكان هذا وكان رعانا وشملنا برعايته، احنا لنا حق على النادي هذا اللي استمرينا معاه من الصغر. صح. فتجمعاتنا دائما نحرص على يوم او يومين بالاسبوع ان نكون نسوينا اجتماع صغير. ممتاز. ونضبط ونشوف الابديت من اللاعبين جميعا. حلو. عندكم دوري خاص فيكم محليا هني؟ مثل ما قلت لك احنا نسوي فان ريس. أي. كل يوم سبت. أوكي. تقريبا من بعد صلاه العشاء. نعم. زين بالتراك هذا الجميل. حلو. فيعني ننظم كل واحد شلون يطلع، بس انه لازم مثل ما قلت لك الفريكونسي هي اللي حاكرتنا شوي، انه مو قادرين ان احنا نحط لنا شاشه ونشوف على اساس انه برافو. هذا اقول لك والله في شاشه حق الجمهور ممكن يتابع ولا بالضبط. بس يتابع هذا الهوايه تطورت، وصلنا للاتش دي اليوم. اي. ممكن احنا نوصل انالوج. ايه؟ يعني لليوم احنا نطير على الانالوج، نقدر نوصل شاشه للجمهور ونعرض الدرونات المشاركه مثلا. حلو. اذا خمس مشاركين او حلو. خمس متسابقين يطيرون مع بعض. نعم. نقدر نشوف درون واحد اثنين ثلاث اربع خمس. صحيح. خلاص الشاشه. حلو. بروح الى الريس نفسه او التراك عفوا نفسه.
تغيرونه من فتره لثانيه ولا هو ثابت بهذا الشكل وهذا خلينا نقول الحواجز؟ لا، التراك يتغير لان عندنا اكثر من تراك، في شيء اسمه السلم. ايه هذاك السلم مثلا. تمام. وهذا تراك مثلا ان اوت. حلو. انزين، وعندنا تراك ايضا مال دايف، فكل تراك له دخول بالاتفاق. مثلا التراك هذا هالمره ندش يسار. لا، المره الجايه ندش يمين. حلو. فعساس تمرن ايدك. ايه ما تظل تراكات نفس الشيء، نسوي ميتنج انزين ونشوف اليوم مثلا خطتنا شلون راح نطير. حلو. الاجواء شلون؟ في على قولتهم رياح شديده، رياح خفيفه، درجه الحراره انت تفضلت مساع الجو الحار لا ما ينفع. لا. الامطار، الغبار، يعني هذه الامور كلها موجوده عندنا، فتسوونها ولا تاجلونها؟ احنا طبعا قبل ان نخطط لاي سباق طبعا موسمنا بالشتاء. صحيح. بالصيف ممكن احنا نطير اندور داخل صاله. حلو. زين، او مكان مغطى، لان الدرون هذه مثل ما انت شايف مو معزوله. نعم. فمكشوفه وحراره الشمس تاثر فيها، تاثر في البطاريه. صح. وكون البطاريه بعد مو سيفتي، مو سمارت باتري نفس بطاريات التصوير الجوي. ايه. هذه البطاريه اللي فيهم لازم في لها حراره معينه، الطياره مثلا درجة الحرارة لازم ما تتجاوز 30 أو 33. تمام. تصوير الجوي لا، طير ل 40. أوكي. فأوردراتنا التصوير الجوي نطلع بالصيف عادي، لكن هذيل عشان نحافظ على المواتر، نحافظ على الإلكترونيات اللي فيها. صح. نخليها حق الموسم. أكيد. وفي الهواء لازم يكون طايح شوي، يعني مثل هالجو هذا إحنا قاعد نطير، نقدر نطير. أي. بس ما نقدر نتنافس. إيه. يعني ما نقدر ننزل ونتنافس داخل، لأن ممكن الهواء يحرك الدرون هذه يتصادمون وتسبب. ايوه انت صادم. لا انت داعم. هذا وايد. زين، اذا كان واحد يبي الثاني، اذا كان الامر متعمد اثناء السباق، هل يعاد السباق؟ اللاعب يقدم مثلا تظلم، يحتاج في هذا الامر؟ يعني في هذه الامور يعني ممكن تصير. هي منافسه سواء كانت سباق سيارات فورمولا 1. نعم. سياكل انزين اون رود. أيه. سياكل ام اكس، ريس درون. حلو. فدائما التشالنج او يكون موجود. دعم. يعني عضلاتي تكون هي الدرون. حلو. زين، فانا ابي ادش هالجيت هذا. زين، عاد دعمته عورته، هذه اللعبه هي كذي عادي. ان انا ادش قبله وتصير يصير مدعم وينزل يبدل قطعه، يبدل المراوح، يبدل ارم. ما يدش تصير مناوشات بين اللاعبين نفسهم؟ لا لا لا. عادي. ما يدش السباق. مي. الا هو عارف انه بتصير هالامور. حلو. والامور هذه الفنيه تصير طبيعي. والمنافسه ايضا مطلوبه، يعني منظمه مثل دي ار ال. ايه. تقدر تبطل مثلا بالانستغرام او تشوف حسابهم، تشوف مثلا شلون اللي هم الدرونات المضيئه هذا يطير داخل التراكات المضيئه ايضا. ايه. بالال اي دي. واحنا نطمح الصراحه قدام ان شاء الله يكون عندنا تراك كذي جميل بالكويت. صح. صح. نقدر نطير في صيف وشتاء ان شاء الله. يعني اتمنى اوجه رساله للمسؤولين. حلو. انه ودنا نهتم بهالهوايه هذه، لان هذه هوايه الريس درون هي المستقبل. فتراك مثل هذا جميل. أيه. تلاقي كل درون لها لون معين، اخضر، اصفر، ازرق، احمر. صح. ويطيرون وتلاقي داعم داش فيه. ايه. هذا بدرونه برا. زين. فهذه بالعكس هذه نوع من المنافسه. حلو حلو. على العموم كابتن سلمان خشتي، انا وياك وصلت لنهايه اللقاء، كل الشكر لك على تواجدك، على شرحك الكامل حول الكثير من النقاط الخاصه في سباق الدرون، من القطع وصولا الى انواع السباقات والمنافس الحقيقي. طبعا. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه ونورتونا. اشوفكم على خير. شكرا لك. رسالة جميلة يمكن في نهاية الحلقة الكابتن سليمان الخشتي تركها إلى المسؤولين وعلى جميع المسؤولين، على الرغم من الاهتمام يعني الموجود من قبل النادي العلمي، إلا أنه فعلا نطالب الكثير من الاهتمام حتى نصل إلى القمة كعادة شباب الكويتي في أي رياضة كانت. نلقاكم على خير في رياضة أخرى في قانون اللعبة. مع السلامة.